حضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثانيه. الفقره حواريه مهمه جدا جدا مع واحد من اهم رؤساء الانديه الموجودين في مصر، ليه تجربه ناجحه جدا، متفوق جدا، واعتقد ان هو مغير كتير جدا من مفاهيم كره القدم. يعني كثير من التجارب، كثير من النجوم مروا على نادي النجوم، علشان كده الاستاذ محمد الطويله مشرفنا منورنا عشان يتكلم معانا ونحكي في تجربه نادي النجوم. برحب بيك يا فندم. اهلا بيك كابتن، ده شرف لينا اكيد ان احنا نكون معاك في قناتنا المحببه نادي الاهلي. ربنا يخلي حضرتك. طبعا تجربه اكثر من ناجحه، وتجربه حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله ماشي فيها بخطى ثابته جدا وماشي فيها بشكل محترم جدا. فيعني حابب ان انا اتكلم مع حضرتك على البدايات، وبدايه نادي النجوم والانطلاقه اللي بسم الله ما شاء الله، يعني تجربه في الدوري الممتاز، حصل اخفاق لكن ان شاء الله تعود وتاني من جديد، نجوم كثيره جدا مرت من تحت نادي النجوم، فعايز اعرف بقى من حضرتك تجربه نادي النجوم من البدايه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو احنا التجربه بتاعتنا بدات مع بدايه مشروع كبير اطلقناه مع شركه رعايه كبرى، اللي هو مشروع دوري طلاب المدارس. تمام. المشروع ده احنا دلوقتي في العام 17، يعني احنا بعد اسبوعين يبدا الدوره 17. مشروع كبير طبعا، معروف ان هو اخرج لمصر كتير جدا من الموهوبين على رسوم محمد صلاح، نني، احمد الشناوي، تريزيجيه، رمضان صبحي، عواد، اعداد كبيره جدا. انا اعتقد ما فيش نادي في مصر ما فيهوش لاعب او اثنين من نتاج هذا الدوري. الدوري بدا في 2003 2004، وفي 2007 كان قدامنا مشكله، كان قدامنا مشكله ان احنا بنطلع عدد كبير من اللاعبين الموهوبين لكن الانديه ما بتستوعبش، لان طبعا اللعيب لما يكون موهوب قوي مش هتفضل تحطه في اهلي، زمالك، اسماعيلي، الانديه الكبيره. فكان لابد ان احنا نبدا نخوض تجربه ان احنا نحط الولاد دول في حضانه ترعاهم. فكانت فكره ان احنا انشانا نادي النجوم في 2007. طيب يعني هل حضرتك قصه محمد صلاح، وانا كنت اتكلمت قبل كده في الموضوع ده وقلت ان نادي النجوم لو كان عنده نادي اعتقد كان استفاد محمد صلاح، او لو كان في نادي كان استفاد محمد صلاح بشكل مختلف تماما، غير صحيح. ان محمد صلاح او غيره، يعني النني او 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 الشناوي او تريزيجيه، لو كان الوقت ده النجوم موجود اعتقد صحيح. ان كان بقى اقوى نادي في مصر. هو طبعا هو كل شيء نصيبه، بس هو طبعًا. كان ده احد اسباب ان احنا اتاخرنا من 2003 لغايه 2007 لما فكرنا ان احنا ننشئ نادي، لان احنا كنا بنطلع لعيبه فور فري، يعني كان صح. كل الانديه بتاخد، وما زالت لغايه النهارده اي عدد زائد عندنا بنقدمه للانديه، وهي دي حاجه تشكر عليها شركه الراعيه الحقيقه. فانت زي ما بتقول لو كنا سبقنا مثلا بسنتين، محمد صلاح النهارده بيدخل رقم مهول بالنسبه لنادي المقاولين. طبعا ده حقهم، وده حق ان هم اللي بداوا مع فتره الرعايه. لكن اعتقد ان احنا جايين جدا قريب جدا في حاجات كثيره من اللاعبين الموهوبين اللي احنا هنبدا نحصد من وراهم، يعني ثمره كفاح. انا كنت لسه اسال حضرتك هل ان شاء الله في بعض اللعيبه اللي الاستاذ محمد طويله حاطط عينيه عليهم ان هم في يوم من الايام هيبقوا زي تجربه محمد صلاح، ولا حضرتك عارف الشارع المصري بيقول محمد صلاح لاعب ومش هيتكرر تاني، ولا ممكن نادي النجوم بالتجارب الناجحه اللي قدمها ممكن يقرر تجربه محمد صلاح؟ بص، هو اقرب نادي يحقق تجربه محمد صلاح هو نادي النجوم. صح. لسبب واحد، لان احنا القرار بايدينا، احنا سهل جدا احنا مؤمنين جدا بفكره ان احنا اللاعب المصري ياخد فرصته وهو صغير ويطلع يلعب ويحترف بره. فانا مش محتاج ان مجلس اداره يجتمع ويبقى في صعوبات وجماهير تضغط عليا، لا ما عنديش الكلام ده كله. احنا ان شاء الله الخطه الحاليه اللي احنا ماشيين معاها وبتساعدنا فيها الحقيقه شركه الراعيه، ان احنا بنعمل طفره في مجال الاحتراف. انا كان عندي لاعب خلال كان المفروض من اسبوعين يروح لتجربه يعني معايشه مع نادي بنفيكا، ولكن عندنا الوالد الكريم تمسك انه يكون موجود معاه في رحله تونس، لكن مجرد ما يرجع هيسافر. وعندي حوالي 6 أو 7 لعيبه انا بأكد لك انهم ان شاء الله يكون منهم محمد صلاح و2 و3. طيب يعني هل حضرتك برضو يعني كان في معوقه؟ طبعا ده يعني جزء بسيط جدا من فيديوهات موجوده معانا لملاعب نادي النجوم وفرق نادي النجوم. بسم الله ما شاء الله فريق نادي النجوم اعتقد ان عند حضراتكم ملعبين، ملعب خاص بالفريق الاول وملعب خاص بالناشئين. حاجه مهمه جدا يا فندم لما تكون مستقل بناديك، مستقل بامكانياتك، مستقل بقدراتك، يعني بتفرق مع اللعيبه كويس جدا.
لا هو طبعا طبعا كلامك سليم من ناحيه الامكانيات مهم جدا. بس انا عندي على فكره ملعبين للناشئين تمام وملعب خماسي ملعبين صح وعندي ملعب رملي وده زي كروس فيت ده بالظبط. يعني الحقيقه احنا في الحته دي بنهتم جدا ان احنا اللعيب يبقى عنده كل الامكانيات اللي يقدر فيها بتساعده على ان هو يعني تنمو موهبته. انا عارف يا فندم ان العقليه في نادي النجوم عقليه محترفه شويه، من حيث ان لو عند حضرتك لاعب نجم او لاعب صغير بروميسنج بلاير، انت حضرتك ممكن لو جاله معايشه او جاله عرض بره مصر حضرتك ممكن تبيعه او ممكن يمشي بمقابل قليل جدا. لكن حضرتك تبص ازاي نادي المقاولين في النكست ترانسفير اللي هو الانتقال اللي بعد اللي صحيح. ما بينتقل ليه. هل ده حضرتك نفسك ان كل الانديه تتعامل مع اللعيبه البروميسنج او اللعيبه الواعده بهذا الشكل علشان يكون في لعيبه محترفه تفيد المنتخبات الوطنيه في كل الاعمار، ولا راي حضرتك ايه؟ لا انت بتتكلم في نقطه حساسه جدا 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 ومهمه جدا بالنسبه لمستقبل كره المصري كره القدم المصريه، وهي ان تطلق الانديه يعني صراح اللاعبين في الاحتراف الخارجي. انا هقول لك يمكن انا اتمسك لو جالي عقد من نادي عادي في مصر صح. حتى نادي كبير ممكن حسب تقديري ممكن يعني يبقى لي الحق ان انا ابقي على اللعيب بتاعي. لكن مجرد ما جه احتراف خارجي اعتقد انه بقى اصبح حق الدوله صح. حق البلد احترم حضرتك ان احنا لابد ان احنا نساعد اللاعب علشان يطلع ياخد التجربه ويبقى لعيب دولي ويحتك وخاصه في السن الصغيره. المردود المادي بيجي بطرق كثيره جدا بعد كده صح. انا ممكن اطلعه اول سنه اعاره بنيه البيع، بعد كده بنبيع ولا غالي صح، وبعد كده زي ما تفضلت هيبقى في قدامك فرصه لو ربنا كرم والولد اخذ خطوات ايجابيه كويسه بيبقى في عندك الرعايه وفي عندك السكند ترانسفير في يعني في افكار كثيره جدا. يعني دايما بص لقدام في مساله المكاسب الماديه، لكن لما تيجي بالذات عند نقطه الاحتراف لا يجب ان كل الانديه مش النجوم بس يراعم فكره ان ده لصالح مصر. طبعا في اي مشروع يا فندم بيكون في معوقات، فاكيد في بعض المعوقات اللي كانت في بدايه طريق نادي النجوم وفي بدايه مشوار حضرتك، هل حضرتك تفتكر بعض المعوقات اللي خلت حضرتك واقف على رجليك دلوقتي واحنا بنتكلم في تجربه اكثر من نجاح بالنسبه للكره المصريه؟ بص هو انا هكلمك بمنتهى الصراحه، الحمد لله ان نجاحاتنا لم تصادف اي معوقات. اي لله. واحد في الدنيا هيقول لك انا صادفت وتعبت وعملت ابدا، هي المساله بمنتهى البساطه، انت بتخطط كويس بتحط افكار بتحط البلان بتاع التخطيط بتاعك هياخد خطوات ازاي. الحمد لله انا شايف ان احنا على قد اجتهادنا ربنا كان بيدينا دايما وما كانش في اي معوقات، بمعنى معوقات الحمد لله كان كل الناس يعني بتثني على التجربه، الناس كلها كانت بتحاول او بتحب ان التجربه دي تنجح، والحمد لله محققين النجاح اللي احنا على الاقل لغايه النهارده راضيين عنه بشكل كويس. الاحلام والطموحات اللي حضرتك بدات بيها مشروعك والاستراتيجيه واللي برضه حضرتك بدات بيه المشروع، هل في كانت خطه والخطه ماشيه بشكل ثابت وبخطى ثابته ان حضرتك تنشئ نادي عشان حضرتك بتخرج الكثير والكثير من النجوم علشان حضرتك تخرج لعيبه المنتخبات المصريه ومنتخبات وطنيه، ولا حضرتك حاطط في الاعتبار انك في يوم من الايام ممكن تنافس الكبار على بطوله الدوري العام، تلعب في بطولات افريقيا، تكون واحد من اكبر الانديه وانجح الانديه اللي موجوده في افريقيا، هل حضرتك ده مخطوط او محطوط في الخطه اللي حضرتك بداتها من البدايه والاستراتيجيه؟ لا بص هو انا حكينا بصراحه مش عايز اقول ان احنا كنا عاملين خطه طويله المدى وما فيش، لا احنا بدانا ان احنا كان عندنا هدف ان احنا في عندنا موهوبين كثير جدا كان بيصعب علينا ان احنا نشوف الولاد ديت مش لاقيه فرصه انها تكمل. فندم بس انا يعني انا حابب اعرف يا فندم دلوقتي يعني شويه الكواليس اللي موجوده في تجمع الاطفال بالبلاي ستيشنز اللي موجوده يعني الناشئين حاجه يعني احنا اول مره نشوفها يعني الصراحه. ده في اللاونش اللي هو ده مكان بيبقى مخصص للاعبين ان هم بيحضروا يعني بيحصل فيه اكتر من حاجه يا اما بيشوفوا المحاضرات مع المدراء الفنيين للشرح وفي بيبقى في العاب زي بلاي ستيشن او غيرها بيبقى لان احنا عندنا اقامه كامله صح. احنا زي ما انت قلت الاوتلتس بتاعتنا والامكانيات عندنا اقامه كامله ده هو هنا هو موجودين في اللاونج عشان بيتفرجوا على طبعا
يعني اكيد يعني ماتشات يلعبوا بلاي ستيشنز، كل ما بيكون في مجال المحاضرات بتتم هنا، هنا بيتم مشاهدتهم للمباريات العالميه، بيتم هنا اعاده المباراه اللي هم لعبوها والمدير الفني بيشرح لهم، فدي من ضمن الامكانيات، خاصه ان هم محتاجين لكده لانهم مقيمين في قلب النادي، صح. فبيبقى محتاجين للترفيه بشكل يعني اعتقد انه مناسب جدا. انا يا فندم عايز اروح لحته الترفيه والعامل النفسي، حضرتك طبعا رئيس نادي واب في نفس الوقت، فحضرتك اتعاملت مع اولاد صغيره، هل حضرتك يعني مقتنع ان الجزء الترفيهي مهم جدا في حياه اللاعب علشان العامل النفسي لو عند اللاعب مش كويس ما يأديش الملعب بشكل كويس؟ عشان في ناس بتنتقد لعيبه الكوره اللي بيكون عندها جزء صغير من الترفيه، يلعبوا بينج بونج، يلعبوا بلياردو، يلعبوا بلاي ستيشن، حقهم. هو حقهم كل انواع الترفيه المصرح بيها، صح يا فندم، لان مثلا لما نيجي نتكلم في اوروبا اللاعب في عقده ما بيحصلش عندنا، بيمضي ان هو ممنوع يلعب العاب الملاهي، ممنوع يركب موتوسيكل، ممنوع في شويه محظورات اللي هي قد تضره وتضيع بمستقبله وتضيع باستثمارات النادي فيه، دي حاجات ممنوعه ما فيش كلام فيها، صح. اي حاجه بعد كده لا تتعارض مع البرنامج التدريبي ومع احتياجاته للراحه ومع احتياجاته للتركيز هي مسموح بيها، طالما ان هي في الاطار اللي هو يعني مسموح بيه وما فيش اي ضرر، مسموح بيه، صح. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوجد لهم الشيء ده، احنا بنحاول كمان في بعض السنين كتير طلعنا رحلات لبره، يعني احنا عندنا لعيبه طلعت، احنا في لعيبه عندنا لفت العالم تقريبا، صح. يعني احنا رحنا مانشستر مرتين، رحنا هاجي العب يا فندم في النجوم، يا ريت يلحق هاجي العب عشان الف معاك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. لفوا بلاد كثيره جدا، المانيا، رحنا انجلترا زي ما قلت لك مانشستر، بلغاريا، البرتغال، ايطاليا، لفوا لفت دول عربيه كثير، خدنا بطوله عربيه كبيره في لبنان، بطوله عربيه المدرسيه. فالولاد عندهم فكره الاحتكاك الحقيقه، وعندهم فكره ان هو ماشي في طريق احترافي ممهد بالنسبه له، ان هو لو تجاوب مع هذا البرنامج قادر ان هو يكون لاعب محترف في اي لحظه خارجيا، مش على حتى مش في مصر. يعني يا فندم اكيد التجربه لما حضرتك انشات النادي وبدات تنافس في الدوريات وصلت دوري القسم الثاني، يعني الكتير بيتكلم وبيقول ان دوري القسم الثاني اصعب من الدوري الممتاز، واكيد حضرتك عايش التجربه وشفت المنافسه الشرسه، لكن يعني عايز اعرف من حضرتك من خلال وجودك واحتكاكك، هل فعلا الكلام ده حقيقي ان الدرجه الثانيه اصعب من الدوري الممتاز؟ بص، هو اصعب من ناحيه الصعوبه ومن ناحيه المنافسه ومن ناحيه تقارب المستويات ومن ناحيه الضغوط الكثيره اللي فيه، فهو صعب، لا دوري صعب جدا وبيجذب عليك اي نادي حتى لو كان في المركز الاول ان هو يتنبأ بان هو هيكون البطل قبل اخر صفاره في الدوري، وده حصل سنين كتير، الثلاث سنين اللي فاتت الدوري اتحدد في الدقيقه 90 من الشوط الثاني، السنه اللي قبليها نفس الحكايه، السنه اللي قبليها الشرقيه والترسانه في الشرقيه، صح. بعد ضربات الجزاء، فعايز اقول لك ان مساله ان هو صعب، لا صعب، لكن المستوى الفني، لا انا اعتقد المستوى الفني كل ما بيكون عندك لعيب عندهم قدرات فنيه عاليه كل ما كان الدوري الممتاز بيبقى اسهل بكتير وامتع بكتير للملاعب الجيده، للرقابه، الاذاعه التلفزيونيه، عداله التحكيم الى حد كبير، يعني بيبقى في سبوت على التحكيم، في كل حاجه بتجعل المسألة أسهل حقيقة. طيب هل حضرتك شايف أن الموسم ده المنافسة شرسة يعني بفضل أن في أكثر من نادي عنده خبرة، أكثر من نادي عنده مستوى فني كويس بالنسبة أن احنا بنتابع دوري الدرجة الثانية، وقال شايف حضرتك المنافسة يعني ما بين أندية بعينهم وهم دول اللي مش هتخرج ما بين الأسماء اللي حضرتك ممكن تفكر فيها؟ بص، هو في اكتر من عامل بيحكم العمليه دي، هو اولا المنافسه شرسه في مجموعه زي مجموعه القاهره والقناه اللي انا بلعب فيها، دي فيها حوالي 9 انديه من 12 بينافسوا بقوه، صح، وبادئين الموسم مع ان كل واحد فيهم عايز يصعد للدوري الممتاز، فالجزئيه ديت لا بتخلي المساله صعبه جدا، اللي عندهم فرصه اكتر الحقيقه هي في جزء منها امكانيات ماديه، صح، وفي جزء منها العناصر الفنيه الموجوده والعناصر والجهاز الفني الموجود وقدراته على انه يكمل وانه ياخد الفريق الى المراحل المتقدمه،
كل دي عناصر مهمة جدا جدا. بيبقى عنصر واحد اللي هو بيكمل هذه العناصر عشان الصعود، وعنصر التوفيق، وده حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله الموسم ده نجوم حاطط في الخطة الأستاذ محمد طويلة وكل القائمين على النادي، إن شاء الله الصعود والعودة تاني إلى دوري ممتاز من ضمن الأولويات، ولا حضرتك يعني بتستعيد العافيه وتستعيد تاني امكانياتك وقدراتك من حيث تجميع اللعيبه وان حضرتك تقف تاني على رجليك علشان تعود اقوى، ولا خلاص حضرتك عملت كل ده في الفتره ما بين الهبوط من الدوري الممتاز للدرجه الثانيه وتستعد حاليا بكابتن رمضان السيد؟ لسه بسم الله ما شاء الله انتوا حضرتك كمان كسبانين في بطوله الكاس، عندكم مباراه بيراميدز، المباراه اللي جايه في الدوري عندكم مباراه يوم الخميس ماشيين فيها بشكل كويس، فاكيد حضرتك في خطط وفي افكار يعني بيتم طرحها على حضرتك وعلى الجهاز الفني، ايه هي بقى حضرتك الكلام ده اللي هو ايه على ارض الواقع؟ بص، هو اي مشروع في الدنيا في كره القدم، مشروع صناعي، مشروع تجاري، اي عمل انت بتقوم بيه لو لم تكن قادر على المنافسه وانك انت تطرح للناس اللي معاك فكره المنافسه كفكره اساسيه للوصول للاهداف، فانت ما انت صاحب مشروع. صح. مشروع الصح والنشاط الصح والنجاح بيتم من خلال المنافسة والقدرة على المنافسة الشريفة طبعا. طيب. والمنافسة المبنية على التحضير والإمكانيات. طيب. والإعداد والتخطيط والكل، لكن ما ينفعش إن أنا أقول للاعب عندي إن أنا بلعب عايز أبقى موجود في المنطقة الدافئة، أو إن أنا المهم أبقى في المربع الذهبي، كل الكلام ده غير مسموح به. حتى بقول لك على المستوى التجاري والصناعي والجميل. لابد إنك أنت توصل دايما بتحفز الناس اللي عندك ان انت نمبر 1. انا بشتغل مع شركه عالميه، يمكن انت تعرف الكلام ده طبعا، هي ماسكه المشروع دوري طلاب المدارس. تمام. دايما يقول لك انا في الاول، انا اكون الاول، الثاني بالنسبه لي مش هو ده المنافسه. المنافسه دايما على الاول. صح. ابقى الاول في كل شيء، الاول في الـ في الـ في المستوى، الاول في الـ في النتائج، الاول في التطوير. فهو ده الهدف اللي المفروض اي حد عاقل بأي مشروع أن يسعى إليه. لكن عملية أنه هو بتيجي إزاي بقى، بتتم إزاي، فزي ما قلت لك عامل التوفيق مهم جدا، لكن لابد أنك أنت تحط المنافسة شرط أساسي في طرح برنامجك. هل نادي النجوم حضرتك اتعلم من التجربة اللي كان موجود فيها في الدوري ممتاز وخلاص استعد وأخذ يعني أخذ حمايته من أو 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 خلاص بقى عنده استعداد أن لو صعد بعد كده الأمور تكون ماشية بشكل أفضل، بما أن حضرتك أول مرة تكون في الدوري الممتاز؟ هو نادي النجوم هبط؟ لا، احنا رسميا بحكم محكمه. صح. احنا مفروض ان احنا في الدوري الممتاز. كون ان اتحاد الكره لغايه دلوقتي ما خدش قرار بان هو يعيد الحق للانديه اللي هي تضررت وخدت حكم محكمه وما استمرتش، يعني انا اعتقد ده انا بعتبر نفسي ما زلت في الدوري الممتاز وما زلت متمسك بحقوقنا. صح. وماشي وراها وان شاء الله هاخدها. وبالمناسبه انا عايز اطرح سؤال اخويا العزيز الاستاذ الجنايني رئيس الاتحاد الحالي. الاستاذ الجنايني هو حاليا بيعمل من خلال الاتحاد الدولي الفيفا. تمام. يعني اذا هو راجل معين من الفيفا. تمام. طيب انت كرئيس اتحاد جالك قرار من محكمه مصريه. خد بالك. تمام. محكمة مصرية ومحكمة رياضية مصرية. مش محكمة عادية. صح. والفيفا بتدي لهذه المحكمة حق إصدار القرارات اللي بتحمي الأندية. هل أنت من حقك كراجل بقى، نعتبرك كده راجل أجنبي لأنك أنت مش بتمثل مصر، أنت بتمثل الفيفا، هل من حقك ألا تنفذ قرار للمحكمة مصرية رياضية معترف بها الفيفا؟ مجرد سؤال، أرجو أنه هو لسه ما خدش القرار لغاية دلوقتي، أرجو أنه هو بس يدرسها كويس جدا. لأن ده طبعا إحنا هنا هو الفيفا تحكم في أشياء كثيرة جدا، لكن ما تقدرش تحكم أبدا في محاكم مصرية رياضية يعني معترف بها من اللجنه الاولمبيه الدوليه ومن الاتحاد الدولي لكره القدم. طيب مجرد سؤال. طبعا طبعا ليه حضرتك كل الحق، واكيد طبعا يعني نادي النجوم اكيد لو في حق زي ما حضرتك قلت تفضل ماشي وراه لحد حضرتك ما تحصل على كامل حقوقك، وده شيء مؤكد جدا وشيء يحترم طالما في يعني حدود الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه، ما عندناش اي مشكله. أكيد. تماما. طيب لو سالت حضرتك السؤال بشكل تاني، قلت حضرتك ايه اللي خلى نادي النجوم في سنه اولى دوري ممتاز ممكن يكون في تذبذب في المستوى
وممكن يكون مش هو ده الأداء اللي كان الأستاذ محمد صحيح. طويلة بيسعى ليه، ويعني تخبط بعض الشيء كمان في الأمور الفنية. هل ده بسبب أمور إن هي سنة أولى دوري ممتاز، ولا كان في بعض أمور خارجية مثلا حضرتك كنت عارفها وبدأت تصلحها عشان لما تطلع تاني صحيح. في دوري ممتاز تكون جاهز بشكل كويس؟ طيب شوف، أنا هكلمك بمنتهى الصراحة. الموسم اللي فات كان أسوأ موسم ممكن يوصل فيه فريق يلعب أول سنة، صح؟ يعني عشان تلعب أول موسم لك وسط هذا الدوري الصعب جدا اللي مليء بالأخطاء ومليء بال يعني مش عايز أقول أي حاجة تتسيء لأي حد، صح. لكن كان دوري صعب جدا، دوري غير منتظم، دوري عشوائي، دوري كان فيه مشاكل في التحكيم الخارجي قبل الداخلي، كان فيه حاجات كثيرة جدا، فهو دوري صعب. ولكن عشان نقول أسباب ونقول الأسباب دي كلها إن هي سبب، لا أنا كده مش منصف. الأسباب الرئيسية أخطاء من الإدارة، ودي لازم نحطها رقم واحد علشان نعرف نصلح. صح، كان في عندنا أخطاء من الإدارة، كان في أخطاء من الأجهزة الفنية، وكان في أخطاء عدم الخبرات، ما كانش عندنا خبرات معينة تقدر إنها لسه ما خدناش. لكن كان عندي فرصة كبيرة جدا في الدور الأولاني، كنا ماشيين كويس جدا، محققين نتائج كويسة جدا، فايزين على الزمالك، متعدين مع الإسماعيلي، ولينا ضربتين جزاء مصر كلها عارفاهم، المصري في المنتدى غريبة جدا 5-4، يعني لعبنا ماتشات كبيرة، غلبنا الاتحاد السكندري، يعني لاعبين دور أولاني بشكل ممتاز. ولكن إيه الأخطاء بقى اللي هي وقعت فيها الإدارة؟ أول حاجة إن إحنا كنا سيئين الحظ، إن إحنا كنا جبنا مدرب من أعلى المستويات، أنطونيو كالديرون، ده مدرب أسباني بيحكم بي 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 كان بيدرب نادي جرنادا الأسباني، مدرب كويس جدا، وإحنا كنا نعرفه من قبلها بثلاث أربع سنين، وكنا متلهفين أنه يكون موجود معنا. ولكن للأسف الشديد بعد ماتش الزمالك وماتش الإسماعيلي والمصري هو حصل عنده ظروف عائلية، الأسرة هناك بتحكم بشكل كبير جدا، رقم واحد. لابد أن الأسرة، يعني هو مش من حقه كزوج ان هو يعني يشتغل بره البلد اللي مقيم فيها زوجته واولاده الا بموافقه الزوجه، حاجه قانون عندهم. فهي كانت الحقيقه كان سوء حظ ان كان في تمسك جامد جدا هناك ان هو ما يكملش، والراجل اعتذر حقيقه وما زال اتصال بينا، وبعتبره من احسن المدربين الاجانب اللي جت في مصر، ولكن احنا كان سوء حظ بالنسبه لنا اللي ما قدرش يكمل معاه. حصل بقى اخطاء من عندنا في اختيارات المدراء الفنيين في الفتره اللي بعد كده. أنا مؤمن دايما بالعناصر الشابة الصغيرة اللي هي ممكن تقدم حاجات، ولا هقول لك احنا اكتشفنا ناس كتير بالطريقة دي. يعني احنا علي ماهر بدايته في الدوري كان معانا وعمل شغل كويس جدا، مؤمن سليمان كان في معانا كمان، يعني دايما حتى على مستوى الإدارة، يعني حتى كنت لسه بتكلم مع محمد فضل من أسبوعين، يعني بداية عمله بعد ما اشتغل في أون، إن أول مرة اشتغل معانا مدة شهرين، ومن عندنا انتقل للأهلي على طول، وبعد كده خد خطوات كويس. فإحنا دايما عينينا دايما على الكوادر اللي هي الجيدة. خدنا الكابتن أحمد سامي، تمام، والراجل كان ماشي الحقيقة بشكل جيد جدا، ولكن برضه جت النتائج في بداية الدور الثاني، ابتداء من المشكلة الشهيرة بتاعت ماتش أخونا إبراهيم نور الدين، تمام، والخمس ضربات جزاء. فطبعا بعديها الدنيا لخبطت مع الراجل، والحقيقه هو اعتذر فعلا مره واثنين، ثالث مره هو قال معلش انا عايز الناس تاخد فرصتها اكتر. اسأنا التقدير بقى في بعد كده، كان خلاص الموسم في نهايته، ما كانش في مدربين كويسين في الفتره دي. تمام، طيب يعني هقف بس سريعا اقول اخبار النادي الاهلي بعد وصوله لتونس، علشان خاطر بس نطمن كل المشاهدين وكل جمهور الاهلاوي. طبعا الخبر الاول، الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي يطمئن على استعدادات الاهلي في جلسه مع الكابتن سالم حفيظ، وده بعد ما الفرقه وصلت بالسلامه، واكيد طبعا لازم يكون في دعم من مجلس الإدارة وللجهاز الفني واللعيبة. وبيؤكد فيها دكتور مهند على ثقته التامة في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بمشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا وأسعاد جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان. الأهلي إن شاء الله عنده مباراة مع النجم الساحلي يوم 29. الرحلة
وصلت تونس ظهر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات و40 دقيقة من الغردقة إلى العاصمة التونسية. أيضا الأهلي يكتفي ب 45 دقيقة في مورانو الأول بتونس، وده طبعا فضل الجهاز الفني السويسري بقيادة مستر ريني فايلر أن يكون المران خفيفا لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد خوض مباراة الجون أمس في الدوري وبعد رحلة الطيران اليوم من الغردقة إلى تونس. تدريبات خاصة لثنائي حراسة مرمى الأهلي طبعا قاد اكيد مستر يانوكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الاول لكره القدم، تدريبات قويه لثنائي حراس المرمى الكابتن شريف اكرامي والكابتن علي لطفي في مران الاهلي الاول يوم الثلاث على ملعب الجامعه بالعاصمه التونسيه. خضعوا لوحدات تدريبيه متنوعه في الوقت اللي ادى فيه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تدريبات بدنيه خفيفه الى جانب خوضه امس أو طبعا اتمرن تمرين خفيف بسبب مشاركته في مباراة أمس أمام الجونة في منافسات الدوري الممتاز. أخيرا تدريبات استشفائية للمشاركين في مباراة الجونة، خاض كل اللعيبة اللي شاركت في مباراة الجونة أمس تدريبات استشفائية خفيفة مساء اليوم على ملعب الجامعة التونسية، حقق الأهلي فيها فوز عريض على الجونة بأربع أهداف مقابل لا شيء. طبعا خلصنا مع حضراتكم كده كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، تعالوا نروح لتونس عشان نقرب أكتر ونطمن أكتر من خلال المراسل الزميل العزيز كريم أحمد ونشوف معاه إيه ونرجع نكمل مع الأستاذ محمد طويلة رئيس نادي النجوم. خليكم معنا مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كالعادة لحظة بلحظة ورسائل مستمرة لتغطيتنا الخاصة لفريق النادي الأهلي في بطولة الدوري في البطولة الأفريقية. احنا بصدد أكيد مباراة هامة ومرتقبة، مباراة النجم الساحلي والنادي الأهلي هنا في تونس على استاد رادس اللي إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. الإصرار وشخصية النادي الأهلي بنتمنى تكون متواجدة في هذه المباراة، عامل الجمهور عامل الأرض، الأمور دي خلاص النادي الأهلي اتعود عليها بشكل كبير جدا. كل الظروف اللي بتقابل النادي الأهلي الحمد لله مع توفيق ربنا بيقدر إن هو يتغلب على كل هذه الامور. بشكل عام طبعا بعد وصول الفريق الى تونس بشكل عام الفندق الاقامه الغداء كان سريع، لكن النهارده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس على ملعب طبعا الجامعه الرياضيه التونسيه، ملعب اكيد نقدر نقول ارضيته مش جيده كويس، لكن كابتن سعيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي باستمرار بيكون في تنسيق للملاعب وسيله الانتقال فندق الاقامه الامور كلها اللي بتبقى سبب لاعاقه فريق النادي الاهلي عن التركيز او خروجه عن التركيز، كل الامور دي اداريا بتكون على اعلى مستوى بيتم تسهيلها بشكل كبير جدا وبيترك الجهاز الفني لتحفيز اللاعبين الجمل التكتيكيه توفير كل الامور، لكن ارضيه الملعب بيكون ليها اختلاف كبير جدا مع اللاعبين. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه الجهاز الفني يكونوا موفقين. مستر ريني فايلر اللي بيتابع بشكل مستمر فريق النجم الساحلي من خلال مقاطع الفيديو نقاط القوه والضعف كل الثغرات في فريق نادي النجم الساحلي تم الوقوف عليها بشكل مميز جدا. النهارده ان شاء الله التدريب كمان مع السفر يمكن في طائره خاصه، لكن اكيد مع السفر بيكون اللعيبه مرهقه يعني نوعا ما. النهارده مش هيبقى تدريب قوي، ممكن التدريب ساعه او ساعه وربع، لكن غدا هيكون تدريب قوي لفريق النادي الاهلي، ويوم الخميس ان شاء الله هو قبل المباراه بيوم على استاد رادس والتمرين الاساسي والتدريب الاساسي لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نكون موفقين، النادي الاهلي يكون موفق بلحظه بلحظه. ورسائل خاصه هنا من تونس بننقل كل الاجواء وكل الاخبار وكل كواليس فريق النادي الاهلي هنا في تونس، وان شاء الله باذن الله تكون نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم جديد، لسه مكملين معاكم حوارنا الشيق الممتع مع الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. فادم طبعا زي ما حضرتك عارف ان مفيش غير القاعده الاساسيه لا قاعده الناشئين وقطاع الناشئين، اعتقد ان ده موجود في النجوم، عنده اكثر من فريق بيتمتع ب يعني بسم الله ما شاء الله نجوم ولاعيبه عندهم مستقبل، وفي نفس الوقت القاعده اللي موجوده عندكم في الناشئين قاعده كبيره جدا ومحققين نتائج ايجابيه. اخرها انا كنت متابع فريق 2002 اللي فاز على نادي الزمالك 2-0 في ملعبكم، وده بيؤدي مؤشر كويس جدا ان حضرتك فعلا هتكون دايما يعني من خلال قطاع الناشئين بتطعم الفريق الاول. كويس انك فتحت الموضوع ده، لان برضه واتمنى ان الناس في الاتحاد ما تاخدش ان انا بنتقد، انا عايز اوجه الناس سؤال. أنا عندي جهاز ناشئين جميع الأعمار السنية موجودة، عندي فرق وبيتصرف عليها كويس جدا زي ما انت شفت في البداية ومستعد أصرف أكثر من كده بكثير جدا لأن ده مستقبل مصر. طيب أنا نزلت من الدرجة الثانية من الممتاز للدرجة الثانية، فبدأت ألعب حاجة اسمها المناطق، تمام، ما بلعبش على مستوى الجمهورية، صح، لغاية كده تماشي القواعد أتاحت لك اتحاد الكرة إنك تعمل كده هوت، رغم إن المفروض ان دايما ايه الرابط الموجود بين لعيب صغير برومسنج عنده موهبه عنده وبين ان النادي بتاعه بيلعب في الدرجه في الممتاز ولا في الدرجه الثانيه، مفيش اي علاقه بين الاثنين. طبعا نمره 2 بفترض ان لوائح اجازت لك ده، هل تتخيل
ان النهارده في انديه في الدوري الممتاز انسحبت من مسابقات الجمهوريه للتكاليف. يعني على سبيل المثال انا اعتقد في اكثر من بطوله اسوان، عشان اسوان تيجي تلف الجمهوريه بفريق ناشئين امكانيات زيها زي الفريق الاول بالظبط، صح؟ ففي انديه انسحبت. انا اتقدمت لك الاتحاد بقول لك لو سمحت اديني المكان انا هلعب فيه، انا عايز اصرف لي 2 مليون جنيه على الناشئين يلعبهم في 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 مع انديه الدوري اللي هي الممتاز في مراحلهم. ايه المانع؟ ايه 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 اللي بيمنع فنيا انت المستفيد؟ صح. الكابتن ربيع هيبقى مستفيد، المدربين الناشئين في الـ في الـ في الـ المنتخبات كلهم هيبقوا مستفيدين، انا كاللاعب نفسه مستفيد. ايه الحكمه انك انت تقول لا ده انت درجه ثانيه؟ انا شايف ودي برضه الدكتور محمود سعد اللي بعزه جدا وبحترمه جدا، بس دي نقطه جداً. اتمنى ان هو يتنبه لها ويتنبه لها كمان حتى في السنه الجايه. لو في نادي قادر على ان هو يعني بيكمل وبيصرف، ما تحرموش ابدا من ان هو يعني اذا كان هناك اماكن شاغره نتيجه انسحاب اي فريق من الفرق لازم يبص الحته دي. يعني انا برضو عايز اشير الى نقطه مهمه جدا خاصه بقطاع الناشئين، ان عند حضرتك لاعب مواليد 2001 موجود في منتخب مصر للشباب تحت 17 سنه مع كابتن ربيع سين في تونس، وحصل اتفاق وتنسيق ما بين منتخب مصر وبين اداره نادي النجوم ان الولد بسم الله بسم الله ما شاء الله من كتر ما هو لاعب مميز ونادي النجوم بيعتمد عليه ومنتخب مصر بيعتمد عليه، تم التنسيق ما بين حضرتك وبين المنتخب ان هو يلعب جزء في تونس مع المنتخب ثم يعود للعب في الدوري الممتاز. راجع النهارده. بالظبط. فده شيء مبشر. يعني هل حضرتك بدات تشوف كده ان البشاير اللي موجوده في قطاع الناشئين والخطه اللي حضرتك انشاتها علشان تخرج لعيبه زي محمد صلاح وزي النني وزي لعيبه كثيره جدا، هل ممكن يكون ده بدايه انطلاق قطاع الناشئين في المنتخبات الوطنيه من خلال محمود صبري اللاعب المميز واللي عنده 17 سنه؟ بص انا مش عايز يعني اجامل او اتكلم على الكابتن ربيع ياسين لان هو معروف من حتى المنتخب بتاع المنتخب الاولمبي اللي حقق انتصار كبير الفتره اللي فاتت، حتى معظم اللعيبه دي كانت من انتاج هذا الرجل ومن سعيه وان هو كان بيمسح مصر كلها لغايه لما بيجيب اللعيبه دهيت. هو طبعا اختار محمود صابر كلاعب مميز جدا، وانا اعتقد ان هو من العناصر الاساسيه في منتخب الشباب. وبس انا عايز اقول برضو حاجه، يعني من نفس النظريه لو اتحاد الكوره والإدارة الفنية بقيادة الكابتن محمود سعد اهتمت كمان أكتر، أنا أتأكد لك أن عندي مش أقل من 4 لاعبين منهم محمود صابر أنهم عناصر دولية. أنا خلي بالك أنا عندي الفريق الأول عندي بيلعب حوالي يمكن تحت السن 5 لاعبين، ولاعيبة الفريق 90% منهم لم يتجاوز ال 22 سنة. لكن انا بكلمك في حته المنتخبات بالذات، انا ان شاء الله كابتن ربيع وهو على فكره حاطط عينيه على اكتر من لاعب عندنا ومتابعهم وحاططهم في هتلاقي دايما في المنتخبات لو ان المساله ماشيه بالطريقه اللي هي ماشيه بيها النهارده، ان فعلا الطريقه اللي هو مصلحه مصر قبل اي شيء، انا اعتقد النادي عندي وبعض الانديه الثانيه وممكن انديه من الدرجه الثانيه غير معروفه فيها لاعبين جيدين جدا، اعتقد هو ده القاعده اللي ممكن الفتره الجايه. وانا احيي الكابتن ربيع ان هو بداها فعلا عنده السنه دي اكتر من لاعب من دوري الدرجه الثانيه. عايز اقرا لحضرتك خبر من اسبوع كان صرح بيه الاستاذ عمرو الجناني، واكيد حضرتك اتعلق عليه خاص بالموضوع اللي اتكلمنا فيه. قال الاستاذ عمرو الجناني رئيس لجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون اتحاد الكره في اجتماعه بقياده انديه القسمين الثاني والثالث داخل اتحاد الكره بان الاتحاد له ديون خارجيه لدى الشركات او الشركه الراعيه والقنوات الفضائيه بالملايين وننتظر الحصول عليها خلال الفتره القادمه. واعلن الاستاذ عمرو الجنايني لقيادات الانديه بان اتحاد الكره يعاني من ازمه ماليه وسيعمل على حلها خلال الايام المقبله. هذا وطلبت من انديه القسمين الثاني والثالث تشكيل لجنه التسويه للامور الماديه مع اتحاد الكره تراسها الاستاذ محمد الطويل رئيس نادي النجوم والاستاذ سمير موسى رئيس نادي الزرقاء، ومن اجل التواصل مع اعضاء اللجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون اتحاد الكره لحل الازمه والتنسيق مع باقي الانديه. الخبر ده بقراه لحضرتك علشان ليه علاقه بالخبر اللي هقوله لحضرتك عليه. يمكن من شويه قرينا خبر ان نادي بني سويف اللي هيلعب قدام النادي الاهلي في بطوله كاس مصر بيفجر ازمه انه لن يرتدي اي قميص عليه شعار اتحاد المصري كره القدم او راعي
ليه صلة باتحاد المصري لكرة القدم غير لما يحصل على حقوقه من يعني البعثة والحصول على كل مستحقاته من اتحاد الكورة. طب خليني أبعت تحية للأخ علي سليم رئيس نادي بني سويف، وعلى فكرة وأؤيده في القرار، وده مش ضد سياسة اتحاد الكورة ولا ضد الظروف اللي بيمر بيها اتحاد الكورة، لأن في الآخر اتحاد الكورة أنت مكلف بأنك أنت بتسوق وبتجيب للأندية الحقوق المادية اللي بتعينها على الممارسة اللعبة بشكل جيد. أنا النهاردة في تنافس على فكرة، بني سويف يمكن بيحتل المركز الأول أو الثاني، طيب ما هو الراجل محتاج لفلوس، فأنت النهاردة ما ينفعش أنك أنت تبدأ المسابقة وبعدين يلعب وما ياخدش مستحقاته، خاصة وأن أنا أحد الأندية ليا مستحقات عند الشركة الراعية من العام الماضي يعني مبلغ مش قليل ابدا. انا عارف ان حضرتك لسه تقريبا لسه ما حصلتش على باقي المستحقات يعني حضرتك، وكمان في اعتقد ان في فرق اخرى متضامنه مع نادي بني سويف، يعني مش بس بني سويف، بس احنا بنتكلم على الجزء اللي يخص النادي الاهلي ان بني سويف. وانا بكلمك الاول على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو يمكن عنده ضائقه ماليه، بس الانديه كمان مش هتقدر تتحمل، لانك يعني انت في الاخر ما بتنافسش على مراكز كاتحاد الكوره، لكن نادي بني سويف بينافس عشان يصعد، عايز فلوس عشان يصعد، نادي النجوم عايز فلوس عشان يصعد، فانت المفترض كاتحاد الكوره انك انت تحل وتحاول بقدر الامكان انك تحل حلول سريعه جدا لحقوق الانديه. وعلى فكره في الدرجه الثانيه والثالثه نفس الشيء. اما نيجي نتكلم بقى على الحقوق المستحقه قديما زي ما قلت لك عليها، احنا لنا مستحقات انا طبعا مفيش حاجه بتروح عند الجهه اللي هي مسؤوله عن الرعايه وواثقين منها تماما، ولكن لابد ان يكون اتصلوا بينا على فكره على اساس ان يحصل جدوله طبعا، واحنا اكيد طبعا، واحنا فعلا اتكلمنا. لا مفيش عمليه ان هي حقوق هتضيع، لا احنا في دوله سياديه لا احترامها، لكن لازم الناس دي ترعى ان هناك يعني مصالح للأندية هتتعرض لخسائر كبيرة جدا لو تأخرت المستحقات. وبالمناسبة أنا كلمني الأخ محمد وهبة من الشركة الراعية، وهو في سبيل حل عمرو وهبة المدير التنفيذي، والحقيقة هو كان بيتكلم بيدردش برضه، كان بيتكلم في مسألة كيف يعني يبدأ جدولة المسألة، هو حط حل عبقري بان هم عملوا حاجه مع البنوك بحيث ان هي يعني في الاخر يقدر يسدد لك وفي نفس الوقت ما يبقاش عنده ضائقه كبيره، فهم بيحاولوا، لكن انا اتمنى الحلول دي تتم بسرعه، لان فعلا انت بتساعدني او بتقف ضدي في مساله المنافسه اللي انا باخدها في غمار المسابقات السنه. هل ممكن الازمه يتم حلها يا فندم قبل مباراه الكاس؟ يعني ممكن اتحاد الكوره يوصل لحل مع نادي بني سويف او الانديه اللي بشكل عام اخذت القرار بعدم ارتداء اي راعي او اي شعار؟ طب اسالك سؤال، كره القدم اتفضل يا فندم، لو النهارده بني سويف لعب الماتش الجاي اللي هو بعد 5 أيام أو 4 أيام، لو لعب والله ما يقدر خرج من الدور ده، هتضمن له حقوقه ازاي؟ وايه هي حقوقه؟ هو ازاي يلعب وهو مش عارف مستحقاته ايه؟ يعني ده سؤال بس. انا هلعب وما بعرفش مستحقاتي الماليه نتيجه انك هتحط شعار على التيشيرت بتاعي، ما اعرفهاش ايه. طب لو انا خرجت المسابقه هتعمل لي ايه؟ هطلبك بايه؟ هطلبك ب 100 ولا 200 ولا 500؟ مش عارف. فدي مساله برضو غير احترافيه، ارجو اتحاد الكره يبص عليها. وعلى فكره انا برضو مش هلبس اي شعار كنادي نجوم متضامن مع، مش ضد اتحاد الكوره، بس ضد التكاسل في رعاية حقوق الأندية، متضامن معهم، وهلعب بدون اسم الراعي وهلعب باسم الراعي بتاع النادي. ده يعني ده في ماتش بيراميدز حضرتك اخذت القرار ان خلاص حضرتك هتتضامن مع الأندية اللي هو طبعا لازم نتضامن، لان هو انا بقول لك انت ما عرفتنيش حتى انا مستحقاتي ايه. انت بتقول لي العب وانت ساكت، ده اسلوب غير احترافي تماما. انا لعبت الماتش الجاي وخسرت، هتديني ايه؟ هطالبك بايه لما ابعت لك اقول لك من فضلك ابعت لي مستحقاتي عن مباراتنا في الكاس في دور 32 اللي هي مبلغ ايه؟ انا مش عارفه، لا انت قلت لي ولا قلت لي ايه القواعد، وبتقول لي ارتدي زي ده اللي انت هتحصل عليه قيمه ماليه من الشركه اللي انت هتفرضها عليا، ومش عايز تقول لي على القيمه كام. فانا طبعا لا، بالمنطق وبالعدل وبدون اي يعني حساسيه مع اتحاد الكره، لا انا متضامن مع
الاخ علي سليم وهنفذ قراري ان احنا مش هنلعب المباراه باي راي. طيب يعني اكيد يا فندم تجارب حضرتك الا لو انهم اتصلهم وحددهم وبعتوا جواب رسمي يضمن ده اللي احنا نامل فيه ان شاء الله ان يتم حل الازمه علشان انا اعتقد ان هيتنبهوا لها النهارده بسرعه ويحلوها. طيب انا عايز ارجع مع حضرتك تاني للنجوم ويعني حضرتك ليكوا تجارب اوروبيه او كل فتره بيكون في تجربه اوروبيه واخرها اعتقد ان في زي توأمة ما بين الشركه الراعيه ونادي بنفيكا البرتغالي ومش بس توأمة ما بين ناديين لا ده توأمة حقيقيه في ان وجود لعيبه ومدربين برتغال وايضا اعتقد يعني على ما اتذكر وعلى قد ما انا مذاكر ان في شباب او لعيبه من النجوم هتسافر تعمل فترات معيشه لعيبه مميزه في نادي بنفيكا علشان لعل وعسى ان حد فيهم يكون مميز يتناسب مع امكانيات النادي البرتغالي يكون موجود وده يعود بالنفع على النادي البرتغالي وعلى نادي النجوم وعلى الكره المصريه طبعا يا فندم ده الاهم. طيب انا عشان ننسب الحق لاصحابه الفضل لاصحابه هي التجربه بتاعت نادي بنفيكا هو عقد تم من خلال شركه بيبسي كولا اللي هي الراعي للمشروع دوري طلاب المدارس وان احنا بنضم مجموعه كبيره من هؤلاء اللاعبين في النادي فلذلك هم عملوا التجربه ديت ان احنا عملنا عقد مع نادي بنفيكا ان يطبق عندنا في قطاع الناشئين كل ما يطبق من وسائل تدريب زي ما انت شفت في المقدمة اللي بتتم في نادي بنفيكا وفعلا موجود عندنا 3 مدربين من قطاع ناشئين في بنفيكا وهم اللي بيقوموا بتدريب الفرق اللي هي الرئيسية الخمس فرق الرئيسية في النادي ومحققين نتائج هايله مش على مستوى النتائج بس حتى المركز الاول احنا في معظم البطولات احنا اول يعني تقريبا اول يمكن بطوله واحده فيها الثاني لسه في تنافس لكن هم عاملين شغل كويس جدا احنا اهم حاجه عندنا ان اللاعب بياخد الطريقه الصح ازاي البوزيشن ازاي بيقف ازاي بيتحرك ازاي بيلعب جماعي من الانتقال من الهجوم من الدفاع للهجوم والعكس لا في مفاهيم كثيره جدا تجربة بنفيكا أنا بشكر من هنا هو أستاذ محمد شلباية اللي هو رئيس شركة راعية اللي ادانا الفرصة دي فعلا وادى إن في نموذج بيتم في مصر حاليا إزاي نستفاد من الخبرات الأجنبية لتطوير جيل المستقبل من خلال نادي النجوم. هل حضرتك تؤمن بالتجربة وإن كل واحد بيكون أو كل شخص بيكون ليه دور في فترة نادي النجوم علشان يطبق خبراته وقدراته الفنية على الفريق وأنا بشير في كلامي إلى وجود مستر مانويل جوزيه كان موجود في يوم من الأيام كان مشرف على قطاع الناشئين في النجوم لكنه رحل هل ده بسبب فعلا أن حضرتك شايف أن كل مرحلة بيكون ليها الراجل المناسب في الوقت المناسب؟ لا هو الحقيقة مانويل جوزيه هو الراجل المناسب في كل وقت تمام والحقيقة احنا كنا برضو بدلك في مسألة التعاقد مع الكابتن جوزيه لان احنا اتفقنا معاه وكان من خلال برضو الشركة الراعية كانت بتدعم هذا المشروع انه هو فعلا بيجي بياخد الموضوع من اول اكتشاف الموهوبين وتنمية موهبهم والى اخره ولكن لسوء الحظ ان الكابتن جوزيه قعد معنا حوالي 3 شهور وما كانش الاتفاقية تمت مع شركة الراعية بسبب ان كان في انتقالات فترة انتقال ادارة وجيت ادارة جديدة بتاع فهو الكابتن مانويل الحقيقة يعني ما قدرش يعني يتحمل الفترة اكتر من كده واتفقنا لكن ما زال العلاقة اللي بيننا علاقة جيدة جدا واعتقد ان قريب جدا هيكون في يعني تعاون بيننا وبينه خاصة ان احنا واخدين المدرسة البرتغالية يعني بنفيكا البرتغال ومانويل جوزيه برتغال فاحنا المدرسه البرتغاليه احنا شايفينها مدرسه في مجال تنميه القدرات المهاريه والمواهب هي مدرسه مميزه ان شاء الله هيكون في تعاون بيننا وبين قريب. طيب يا فندم نروح بقى لملف تاني وملف خاص بلجنه الانديه ودايما خلافات مستمره داخل لجنه الانديه، يعني ليه دايما بيكون في خلافات؟ هي هو ده انا ما بحبش اخد العبارات اللي الناس بتقولها دايما لكن انا مضطر استخدمها اللي هي ازمه بلا لازمه. صح. الموضوع كان بسيط جدا جدا جدا. انا من وجهه نظري كنت شايف ان في عوار معين نتيجه تشكيل اللجنه الخماسيه وطلعت في اول مره قلت بحترم جدا وبقدر جدا وانا عارف بالتحديد قيمه الاستاذ عمرو الجنايني كشخص. واعضاء اللجنه طبعا. ومنهم ابن ليا اللي هو محمد فضل طبعا وكلهم
ناس محترمه جدا، لكن انا بتكلم على حاجه كنت شايفها من وجهه نظري انها حاجه لا تتناسب مع قيمه ومكانه مصر ان يكون عليها لجنه وصايه من الفيفا. دي وجهه نظر بحته، لان الموضوع انا درسته كويس جدا ولقيت فيه حاجات لا تليق باسم مصر وتاريخها والى اخره. فتقدمت وكنت في الفتره دي معين من الجمعيه العموميه كرئيس اللجنه المفوضه باداره هذا الملف. ده بقرار رسمي للجمعيه العموميه. فخطبت الناس كلها، خطبت الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي، خطبت طبعا اتحاد الكوره، الوزاره. في الاخر انا بعت يعني زي استغاثه للسيد رئيس الجمهوريه. والحقيقه انا اؤكد، اولا مشيت في مراحلها التسلسليه الممتازه جدا من رئيس الجمهوريه لمجلس الوزراء للوزاره، ولكن في الاخر انا كان لي وجهه نظر واعضاء كثيره من الجمعيه العموميه معتقدين فيها ان هذا كان في خطأ ان مصر توصم بهذه الوصمه، ان يبقى عندنا وصايه على الكره المصريه. لما بعتها وخدت التسلسل وجاني الرد في الاخر من مجلس الوزراء ان هو ليس هناك شبهه معينه، ولكن الموضوع يعني من وجهه نظر الدوله ان هو يعني لا غبار على الموقف حاليا. طبعا هنا هو لابد ان نتوقف. انا ممكن اقول وجهه نظري واعرضها وناقشها، لكن في الاخر لما بيجيني رد رسمي عن طريق رئاسه الجمهوريه لا، انا بتوقف، لان في الاخر راجل دوله ومتمسك جدا بان احنا طالما الدوله دارسه الموضوع وشايفه ان ده هو مش هيأثر على مستقبلنا الكروي وسمعتنا الكرويه، فليس لي اي، توقفنا على الموضوع ده. والعلاقه بيننا وبين الاتحاد علاقه جيده جدا. ولكن برضه عايز اقول حاجه، اذا كانت الشكوى اللي احنا تقدمنا بيها من وجهه نظرنا فيها بعض الحاجات اللي احنا بنخشى عليها من مستقبل الكره المصريه وسمعه الكره المصريه في مساله الوصايه والى اخره وما تتضمنه من كلمات جارحه جدا، انا اتمنى لو اي جهه من الجهات المسؤوله في مصر حابه تقعد معانا وتسمع مننا وتعرف احنا ايه وجهه نظرنا بالورقه والقلم لهذا الاخطاء ومحاوله علاجها اللي احنا عارفينها. من السهل جدا ان احنا نحل المشكله ديت بقدر قليل جدا من التعاون بين الناس اللي هي فاهمه القصه دي ومقدمه الشكوى وبيننا وبين الاتحاد القائم، لان كل الناس محترمين. لو قدرنا نصل للنتيجه ان في الاخر نزيل عن مصر كلمه الوصايه، انا اتمنى ان اتلقى اي مسؤول يحب ان هو يناقش معانا الموضوع ده. يعني انا اعتقد هيكون في صالح الكره المصريه وهيكون التعاون بيننا وبين اتحاد الكره، وعلى شرط احنا ما عندناش معنى ان نفس اللجنه تستمر، بس نشيل الجزئيه اللي احنا شايفينها من وجهه نظرنا قد تضر كتير جدا في المستقبل بحته ان احنا كنا في يوم من الايام الكره المصريه تحت وصايه الفيفا. السؤال يعني الشاغل الشارع المصري الشارع القروي دايما، بصراحه انا عايز له اجابه، عايز اعرف انت ممكن يتم تطبيق هذا القرار ان في مصر نتفاجئ كلنا بقرار تشكيل لجنه انديه لرابطه للانديه سواء للدوري الممتاز او للدوري القسم الثاني او الثالث، يبقوا هم ليهم علاقه بكل الحقوق، البث والراعي وكل شيء من حقوق للانديه، طبعا باجر زي ما احنا بنشوف البريمير ليج زي في الدوري الانجليزي طبعًا. ويتم طبعا بالانتخاب، واحنا دلوقتي اللجنه المفوضه ما بتشتغل باجر طبعا، انا بتكلم طبعا عشان الفيفا بالظبط، فيفا ما فيش حاجه اسمها هوايه صح في الاداره، ده اللي احنا بنتكلم فيه طبعًا. مش عايزين يعني حضرتك عارف مقوله عمل تطوعي، لا احنا تعبنا من الكلمه دي وعايزين نقف عندها وعايزين ان كل واحد صحيح. بيتعب وبيشتغل ياخد حقه. فبالتالي حضرتك زي ما حضرتك عارف في الدوري الانجليزي مثلا على 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 سبيل المثال بيكون في انتخاب اربع اعضاء واثنين من الاف اي او من الاتحاد الانجليزي بيكونوا موجودين مشرفين فقط او بيتابعوا الامور، لكن الاتحاد الانجليزي بيكون فقط مشرف على المنتخبات الوطنيه وليست على الدوريات. هل حضرتك ده ممكن يحصل في مصر في يوم من الايام؟ انت قدامك وقت قد ايه؟ حضرتك اتكلم معانا وقت معانا وقت يا فندم معانا وقت. بص انا الحقيقه عندي برنامج واتمنى ان برضه يتسع صدر الاخوه في اتحاد الكوره والمسؤولين على الكوره. احنا ممكن نحل مشكله الكره المصريه لعشر سنين قدام ونطورها تطوير كبير جدا بمنتهى البساطه من خلال جزء من اللي انت اتكلمت عليه. اسمح لي ان انا يعني هعرضها من خلال يا فندم يا ريت طيب. يعني انا شايف ان هو
عشان نحل المشكله ونحل الاشتباك القائم ونخلي الناس كلها تشتغل ويبقى فيه يعني سعاده في الاداره الرياضيه المحترفه. انا شايف ان لابد من اول حاجه ان احنا نعمل في حاجه ده اللي مطبق في الليغا الاسبانيه. الاتحاد الاسباني لكره القدم مقسم الكره هناك الى مناطق اقليميه، فعنده مثلا منطقه الكاتالونيه تمام. اللي هي فيها برشلونه تمام. المنطقه المدريديه اللي فيها ريال مدريد، المنطقه الاندلسيه اللي فيها بقى الدول اللي هي زي غرنادا وداقش ودول اللي هي كانت زمان بتاعت اندلس وسيفيه وشبليه تمام. هو مقسمها لمجموعه بتاع كل اتحاد من دول، كل منطقه من دي لها اتحاد كره قدم. يعني فندم في الليغا منفصلين بسبب المناطق، او كل منطقه بيكون ليها زي حد بيرقصها. منفصل متصل، وده اللي هشرحه لك دلوقتي. فخلاص انت منطقه الصعيد على سبيل المثال ده لها اتحاد، اتحاد الكره لمنطقه الصعيد اللي هي معروف تشمل كذا وكذا 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 تمام. هذه المنطقه بتدير كل ما هو متعلق بكره القدم في مجال البراعم، الناشئين، الكره النسائيه، الكره الشاطئيه، كاس مصر في الادوار التمهيديه، كل الدوشه دي انت مالك ومالها كاتحاد كوره. صح. قسم الشغل، ادي للناس اللي هي ادي اتحاد هياخد اللي هي المنطقه ديت ويصفي ويطلع لك اللي هيكمل معاك من اول دور ال 32 ده في كاس مصر مثلا. ونفس الحكايه بالنسبه لجميع المسابقات، هو يدخل لنفسه موارد، اولا بياخد حصه من ميزانيه الاتحاد، بيطلع لنفسه موارد، بيطلع لنفسه بيعمل لنفسه انشطه اضافيه، انشطه صيفيه، يعني هو كاتحاد بقى يدير ويوسع ويوسع القاعده ويشتغل زي ما هو عايز. نفس الحكايه هيبقى اتحاد المنطقه بس اسكندريه ومرسى مطروح، منطقه الدلتا، اتحادات بتتقسم لاتحادات ونيجي جاي. واخد اتحاد المصري لكره القدم، اول حاجه هيحصل ايه؟ اول حاجه لازم اطلع التورتايه اللي كلنا قاعدين عايزين نهبش فيها اللي هي الدوري الممتاز والمنتخبات. اجي بسرعه كده اخد الدوري الممتاز واديه لرابطه الانديه المحترفه فورا، ويخلص من عليا دوشه ولا محتاج اقعد دراسات ولا كونوا كانديه انتوا 18 نادي، اقعدوا اعملوا القانون بتاعكم والاداره بتاعتكم وهنتحاسب على كل كلمه من دي كتقييم. حقوقنا ايه كاتحاد وحقوق ايه كانديه وحقوق الانديه الصغيره ايه. طيب ونفس الحكايه نزل دوري الدرجه الثانيه، نظمهم اعملوا برضو رابطه انديه للدرجه الثانيه. بعد كده الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه كل دي انديه محترفه ولكن انديه هوايه، ولكن هوايه بشبه احتراف لانك هتدعمها باشكال كثيره جدا. ومن ضمن التدعيمات اللي هتعملها ان هتلاقي عندك طالع بطل لمحافظه الصعيد صح، لاتحاد الصعيد وتاني اتحاد الصعيد صح. فانت بتدي حتى بعد معنوي ان في ممكن نادي من الصعيد واخد بطوله اتحاد الكره في منطقه الصعيد. ونفس الكلام بالنسبه لبقيه المناطق. طيب انت هتقول لي كل انا هقول لك في السطور كل منطقه من المناطق الصعيديه المناطق الاقليميه هتجري انتخابات لاختيار الممثليه في الاتحاد المصري لكره القدم. هيبقى بعد كده الاتحاد هيبقى هي تجري بدل اللي عايز يرشح نفسه يلف في مصر كلها صح. هي بتجري انتخابات في منطقه الصعيد وتطلع العدد اللي هو متفق عليه اللي هيمثل الصعيد في الاتحاد العام اللي هو الاتحاد اللي هو اللي زي الليغا اللي هو هنا ايجيبشن ليج صح. طيب هتختار ممثل لها في رابطه الانديه الممتاز، يبقى لازم ممثل من المنطقه اللي هي بتاعه الصعيد. احنا خدنا خلاص الصعيد كان نموذج، يبقى لها ممثل في لجنه رابطه الممتاز، وتختار لها ممثل في انديه الدرجه الثانيه تمام عشان يرعى مصالحها. تنظم كل الانشطه المشكله بمسابقه الناشئين و اللي انا شرحتها قبل كده، كل المسابقات دي هي اللي بتقوم بيها. ترشح اللاعبين الناشئين للمنتخبات الوطنيه. الكابتن ربيع ياسين بيجيله من اللجنه الفنيه بتاعه الاتحاد الاقليمي بتاع الصعيد، بيقول له اتفضل يا كابتن انا عندي برشح لك 50 لعيب، تعال اتفضل اقعد عندي يومين ثلاثه اسبوع وشوف منهم واختار زي ما انت عايز. يخلص الكابتن ربيع ياسين في الصعيد يطلع على بحري، يخلص يطلع على منطقه كذا. يبقى اذا انا كمان ايه اللي يخليني الف كلته على واحد نادي من 400 نادي؟ لا، انا الاتحاد اللي رشح.
ترشيح اللاعبين الناشئين، تنظيم الاداره التمهيديه لكاس مصر زي ما قلنا، اداره الميزانيه الممنوحه لامن الاتحاد، اتحاد الكره هيديله ميزانيه من الميزانيه العامه، اتفضل دير بكده. بعدين تنميه الموارد، انا كاتحاد اقليمي اعمل موارد جديده، اعمل مسابقات جديده، اعمل انشطه، اعمل دورات تدريبيه، كل ده بتدخل لي دخل جديد، فبنمي، فبصرف على نفسي، ببقى اتحاد فاعل، ولكن اتحاد جزء من الاتحاد العام. طيب تنظيم عمل الاكاديميات، انا ايه اللي يخلي النهارده اتحاد الكره هو اللي بيتكلم على الاكاديميات؟ للاكاديميات ده هو اصبح النهارده عشرات الالاف يعني انا مش عايز ابالغ، ارقام كبيره جدا. صح. طب انت خلاص، انا ايه اللي يخليني اتفضل يا اتحاد الاقليمي برضو في منطقه الصعيد، اتفضل دير الاكاديميات، حط لها قواعد، حط لها اشتراكات، حط فيها دخل معين يعظم مواردك كاتحاد عشان تصرف على حاجات تانية، لان الاكاديميه دي بتكسب كويس جدا. فلو الاتحاد بتاع الصعيد اخذ يعني مكاسب من هذه البتاع، هيقدر ان هو يدعم ميزانيته يدير بيها اشياء تانية. اقامه انشطه اضافيه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والشباب والرياضه من اجل تفعيل فكر الرياضه للجميع. تعالى بقى، انت عليك دور في اتحاد الكوره ما بنطبقهوش. احنا ما زال عدد الممارسين اللعبه في مصر من اضعف الدول، رغم ان احنا اكبر من اكبر دول، احنا 100 مليون والعدد انا مش متذكر بالظبط، ما بيزيدش عن 15,000 او 20,000 ممارس فعلي. انت بقى ادي بقى للاماكن ديت، خد يا اتحاد الاقليمي بتاع منطقه اتحاد الكره في منطقه الصعيد، وسع القاعده عندك، اعمل دوري الدرجه الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، وسع، خلي كل اللي يقدر يفتح هناك، لان ده هيبقى اسمه دوري هواه، وانت هتدخل دخل منه، وبتطبق مبدا عام من مبادئ اللي الفيفا بتطالب بيها والاتحادات الدوليه المفروض طالبيها، اللي هي زياده اعداد الممارسين. لان كل ما توسعت في القاعده كلما بقى عندك القمه مستويات اعلى. اكتشاف الموهوبين، بقول لك عن طريق خلال الممارسه دهيت. ابداع انشطه اخرى لصالح كره القدم بمحيط الاتحاد الاقليمي، يعمل دورات، يعمل بتاع انشطه مختلفه، تبادل الخبرات مع الاتحاد الاخرى، تعال اعمل كده، هو اتفقوا مع بعضكم اتحاد الصعيد مع اتحاد بحري مع اتحاد اسكندريه مع الاتحادات دي، تعملوا دوره صيفيه، الدخل بتاعها بتاعكم انتوا، ما يروحش لاتحاد الكوره. اعملوا انشطه اخرى، اعملوا انشطه اخرى في كل المجالات، على مستوى الفرق الكبيره، على مستوى الناشئين، على مستوى الكره النسائيه، على كل المستويات، عظموا من الانشطه، بدل ما انت كل حاجه في ايد شخصين او ثلاثه في اتحاد الكوره، الناس كلها هتشتغل. ترشيح حكام من المنطقه ومراقبين من المنطقه. تمام. النهارده انا ممكن احنا النهارده عندنا محمد معروف، منين؟ محمد معروف من شمال سينا. صح. بالصدفه. لكن النهارده انت لما بتقول اتحاد المنطقه الصعيد، والله انت مسؤول عن الحكام بتوعك، لو سمحت بقى رشح لي الحكام اللي هيبقوا حكام دوليين عشان يجوا معايا في دوري الدرجه الدوري الممتاز الدوري الدرجه الثاني، هيرشح لي احسن ما عنده. هنبدا بنعمل عمليه فلتره. صح. من جميع المناطق. صح. هيجي لي الكريم اوف ذا كريم زي ما بيقولوا. مش هعتمد على مجموعه معينه وتني حبيس هذه المجموعه. خطا ما اخطاش هو بيحكم. لا، ده بعد كده لما نيجي للكلام على التحكيم، انت النهارده القاعده اتوسعت عندك، يوم ما يحصل عندك في دروب في التحكيم بناخد من اللي بعده واللي بعده واللي بعده. انا لا طبعا، لا انا بالعكس طيب. انا مستمتع جدا وساكت وسائل عليك كل الفرصه، عشان طبعا كلام مهم جدا. يعني احنا كمان يا فندم بنتكلم فيه يعني في عجاله، مش بنتكلم لا ده تفاصيله وملفات عشان كده احنا يعني بنامل طبعا ان احنا يكون في حلقه ثانيه ونتكلم فيها بالتفصيل، بس اكمل او اسيب حضرتك تكمل باقي الشروط. زي ما قلت لك برضه، خدنا احنا اتفقنا، خدنا الصعيد كاتحاد الصعيد. تنظيم دورات تدريبيه للمدربين والحكام والاداريين، اولا هيتثقفهم ويعلمهم ويغير لهم مفاهيمهم ويديهم الجديد في كل حاجه، وفي نفس الوقت هيحصل دخول معينه لصالح ميزانيه الاتحاد بتاعه. تنظيم أنشطة للهواة زي ما قلت لك، إن هو الدرجة الرابعة والخامسة في ألمانيا لغاية الدرجة الثامنة، ثمان درجات. صح. انشئ. أنا عندي إمكانيات وأقدر أوفر ملعب وأعمل فريق في الدرجة كمان. وبعدين أصعد لغاية لما أوصل لدرجة الاحتراف، حط لي بقى القواعد المنظمة. صح. اللي هي بتوقفني وبتعمل لي حدود. تقديم مقترحات باسم الاتحاد الإقليمي للاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو الاتحاد العام، نيابة عن مدن هذا الإقليم. لما نيجي نقول والله إحنا منطقة الصعيد عندنا مقترح، أرجو أنكم المسؤولين عن الكرة المصرية بقى
اللي هو الاتحاد العام انظر للاقتراح ده. تخيل بقى لما انت عندك مثلا 4 أو 5 اتحادات كل اتحاد بيقعدوا مع بعضهم ويعصرهم في الافكار ويطلعهم فكره ويبعتوا لك لكل اتحاد بعت لك 3 أو 4 أفكار وانت قعدت على الافكار دي تدقحها وتوصلها في الاخر ل 3 أو 4 أفكار انت هتطلع كل سنه عندك زخم كبير جدا من التطوير. هتطور. ممكن نشوف ان الدوري محترفين في يوم من الايام موجود في مصر بنفس القواعد اللي موجوده في كل دول العالم، ان احنا ما يبقاش عندنا يعني انا مش عارف دوري محترفين الكونسيبت بتاعه او المحتوى بتاعه انه يكون يعني زي ما راك عارف عقود اللعيبه ما تبقاش بتنتهي من طرف واحد، النادي ممكن في اخر السنه يقول لك مع السلامه مش عايزك، لا يبقى في مده تعاقد متعارف عليها، يتم فسخ التعاقد مع اللاعب عن طريق عقده ينتهي او ياخد باقي مستحقاته او يتفقوا الاثنين يخلصوا الامور دي كلها. حضرتك عارف طبعا قوانين الدوري المحترفين، كل مره بنسمع ان الاتحاد الافريقي بيعطي مهله للاتحاد المصري تطبيق دوري المحترفين والعقوبه اذا لم يتم التطبيق حرمان البطولات الافريقيه وما بنلاقيش حاجه. طيب ممكن انا مش عايز ابقى نرجسي في كلامي عن افكاري، لكن اقسم بالله ان هذا المواد الافكار اللي انا بحطها انها تضمن لك انك انت خلال 2 أو 3 بالكثير تكون بتطبق الفكر الاحترافي زيك زي طب حصل الدليجة. تواصل يا فندم بين حضرتك وبين احد اعضاء اتحاد الكوره، احد سياده الوزير، هل حضرتك كلمت معاه عرضت عليه الافكار دي ولا لسه حضرتك الافكار دي حديثه وبالتالي حضرتك هتسلك الطرق لتطبيقها ان شاء الله؟ بص انا الحقيقه الفكر موجود عندي من سنوات ان شاء الله. التعاون في الفتره اللي فاتت، معلش انا كلمه ممتازه صراحه، الاتحاد السابق كان مشغول، انا برضه عايز ارجع لنفس الفكره، هو مشغول ب 100,000 حاجه. صح. ازاي هيقعد يسمع مني افكار ويسمع من رؤساء الانديه تانيين افكار؟ الافكار ده هي عايزه حد ان هو يتبنى الفكر يكون على مستوى الدوله، تكون على مستوى انك انت عايز تغير، انت عايز تطور الكره المصريه، لكن انت تعرف ان عدد الافراد الفعليين ما يزعلش مني بقيه اعضاء اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كان بيدار ب2 ولو متفائلين قوي كان بيدار ب3. تمام. ومش من غير اسامي. صح. هو يعني فلان مسؤول عن ان هو بيعمل بيضع جداول وبيحط البرامج وتنفيذ ومتابعه كل ما هو متعلق بكره القدم من ناشئين. الله يكون في عونه. ده 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 جبار. من ناشئين للكره النسائيه، الكره الشاطئيه، لكل الكلام ده شخص واحد بيعمله. مين يقول كده؟ صح. عشان كده بقول لك لما تقسمها على الاتحادات الاقليميه خلي الناس تشتغل، خلي كل الاتحادات تشتغل، خلي يبقى عدد الكم اللي بيقوموا كله في تخصصه، في الاخر انت بقى تفرغ لايه؟ ده اللي هنوصل لك عشان اختصر عليك. فضل. في الاخر هنوصل ايه الكلام ده؟ في حاجات تانية بس عندي تشكيل الاتحاد المصري لكره القدم. طب انت عملت الاتحاد اللي هو قلنا الصعيد واتحاد اسكندريه واتحاد بحري والدلتا، 5 اتحادات. طيب اتحاد الكره بقى المسؤول عن ايه؟ اول حاجه هيتم ازاي؟ عن طريق انتخابات يقوم كل اتحاد اقليمي من اللي احنا قلنا عليه ممثل له ليكون عضو في الاتحاد المصري لكره القدم الاتحاد العام. الاتحاد العام بقى يكون 11 12 وات ايفر، بس هيبقى فيه عضو ممثل لكل اتحاد. فاحنا قلنا في 5 مناطق اقليميه او 5 اتحادات اقليميه، انت جبت 5 هم هينتخبوا بعضيهم. انا ما اروحش مجدي عبد الغني ومحمد الطويله او اي حد يروح يلف مصر كلها، بتوع الصعيد هم هينتخبوا مين اللي هيمثلهم في منطقه الصعيد. صح. في اتحاد الكوره. صح. يبقى انا جالي واحد على الجاهز هم اللي اختاروه. تمام. فاحنا قلنا لو في 4 يبقى ادي 4 تنفار في اتحاد الكوره تم تشكيلهم بفعل المناطق. انتخاب عدد 5 من الشخصيات العامه والمنتمين لمنظومه كره القدم، منهم 4 أعضاء للاتحاد المصري لكره القدم، وطبعا يكون ينتخب في الاخر رئيس. طيب بمعنى ايه؟ انت عندك جبنا 5 مناطق اقليميه، ادي 5، وادي 5 كمان من اللي هم من الشخصيات العامه. تمام. محمد الطويل عايز يرشح نفسه، فلان الفلاني، اي حد من الشخصيات العامه عايزه ترشح نفسها ترشح. تمام. وبعدين ده بالنسبه للي هو اللي هم هيجوا عن طريق الانتخاب. تمام. وبعدين عن طريق التعيين رئيس رابطه الممتاز الف هيبقى عضو في اتحاد الكوره. تمام. ورئيس رابطه الممتاز ب ادي عضو في اتحاد الكوره. ملاحظات بقى هنا، وجود عدد 2 معينين من الروابط دورهم استشاري لا يحق لهم التصويت، يعني رئيس رابطه اللاعبين المحترفين هتحطه في اتحاد الكوره ملوش راي
في التقرير في, في القرارات. ده عضو استشاري بيعبر عن رأي الأندية الجمعية العمومية الرابطة، ونفس الحكاية دور الدرجة الثانية. فيصبح عدد الذين لهم حق التصويت أو الانتخاب 18 نادي من الدوري الممتاز ألف، 48 نادي من الدوري الممتاز به، بقول لك بقى عشان في الآخر اختار الاتحاد، أربع رؤساء اتحادات إقليمية اللجونة، فيكون عدد إجمالي الناخبين اللي اتحاد الكرة بيطمح فيه دلوقتي انه يقلل اعضاء الجمعية العمومية هيبقى 70 ناخب. يعني انت هتوصل بالطريقة دي انك انت اللي هيقول في الاخر رأي الجمعية العمومية، الجمعية العمومية اللي هتدير الكرة مع اتحاد الكرة 70 نادي، وشرحتهم لك جايين ازاي. بذلك يتم التقليل من القدرة التربيطات، مش هيحصل تربيطات، مش هيحصل انك ناس هتروح تدي ناس فلوس ولا هدايا، خلاص انت كل جهة حطت المسؤول عنها، ويكون الفائزين من بينهم احسن العناصر بقدر الامكان. يكون التصويت شو بقى بين السبعين ناخب بنظام النقاط، بحيث يكون كل عضو من الانديه الدوري الممتاز. اعتقد يا فندم ده تقريبا بيتم طرحه الفتره الحاليه، ان هو يتم تقليص عدد الانديه المشتركه في الجمعيه العموميه، وفي نفس الوقت ان يتم الانتخاب بالنقاط. اعتقد ان خمس نقاط الممتاز، ثلاث نقاط لازم الدرجه الثانيه، ونقطه تقريبا في الدرجه الثالثه. هل حضرتك سمعت هي نفس الحكايه حسب نفس الترتيب؟ اصلا انا اتسالت لي سؤال ما رضيتش، انا قدمت هذا المشروع للست الوزير دكتور اشرف صبحي، لكن طبعا انا مقدر يعني جت البطوله الافريقيه بعديها وجت الدنيا، لكن هو المشروع انا عجبني في حضرتك جدا يا فندم، حضرتك على طول مقدر وعارف دور الدوله، وان حضرتك راجل دوله وراجل وطني، وان حضرتك لما الدوله مقدر حجم الضغوطات اللي موجوده أكيد. من حيث تنظيم بطولتين في اقل من اربع شهور. طبعا يا فندم استاذ محمد، يعني انا الحقيقه اتمنى نكون يعني وضحنا بعض الامور. حضرتك وضحت واتكلمت بالتفصيل الممل جدا، وانا اعتقد ان مشروع زي ده الحل موجود، لكن يا فندم نتمنى ان شاء الله يتم الاخذ بيه. وحضرتك يعني انا بطلب منك طلب ان حضرتك ما تزهقش في ان حضرتك تقدم ده، وان حضرتك توصل في الاخر لمصلحه الكره المصريه والمصلحه العامه اللي هتعود على كل الانديه. بمناسبه الحته بتاعت ما تزهقش، لو بزهق انا ما كنت زهقت، انا بقبلنا النهارده البطوله رقم 17 لدوري بيبسي لطلاب المدارس. محدش يقدر يقعد يعني احنا انا والشركه ان احنا نصابر على كده، وعلى فكره هناك مشروع كبير جدا في المرحله الجايه برضه لصالح الكره المصريه بنقوم بيه، فاحنا ما بنتعبش ابدا وما بنزهقش، وان شاء الله مواصلين دايما لصالح كرة القدم المصرية. بشكر حضرتك يا فندم على الحلقة المحترمة، الحلقة اللي فيها معلومات قيمة جدا، واعتقد ان كل المشاهدين والمتابعين وكل القائمين على الكرة اللي تابعوا اللي هيتابعوا اعتقد ان هيطلعوا منها بمعلومات قيمة جدا، واتمنى ان حضرتك تكون موجود معايا بقى في حلقة تانية نكون مخصصينها فقط للنقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها، او هنتكلم فيها بالتفصيل ممل عشان نوضح لكل السادة المشاهدين كل ما يخص تطوير الكرة المصرية يا فندم. انا اشكرك وبشكر أسرة القناة، وتمنياتي لكم دايما يعني بالتألق والنجاح. بشكرك شكرا جزيلا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحوارات الثانيه مع الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي